فاذا الجلوتاميت اول شيء راح يفعل مين؟ الاي ام بي اي، والاي ام بي اي راح يدخل شو؟ صوديوم اكثر من باقي الايونز، فراح يغير من شو لشو؟ يعني راح يعمل ايش نوع البوتنشال؟ لوكال بوتنشال اللي هو اكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. هذا الاكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال راح يزيح، راح يعني بعد المغنيزيوم من هون، فشو بصير في الشانل هاد؟ بفتح وبدخل الكالسيوم، والكالسيوم شو بيعمل؟ اكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. واضحة؟ كلهم هيك بمروا ايون بوزيتيف وبيعملوا اكسيتاتوري بوست سينابتيك بوتنشال. اوكي، شو كمان لازم نعرف هون؟ انه مين بحيط السينابسز عادة؟ الجلال سيلز. انو من الجلال سيلز اللي بتحيط السينابسز في البرين؟ الاستروسايتس. اذا هاي مين؟ الاستروسايت. طيب الاستروسايت هاي شو دورها هلا؟ انتباه، انا بعد ما خلصت من الجلوتاميت، خلصت من مين؟ من الجلوتاميت. شو بيصير فيه بعد ما خلص منه؟ يا اما البريسينابتيك هاد بعمل له ري ابتيك. شو يعني ري ابتيك؟ باخده برجعه جوا. كيف برجعه جوا؟ عن طريق ترانسبورتر كارير. هذا باخذ الجلو بعد ما خلص شغله برجعه جوا هون مع مساعدة شو؟ الصوديوم. لما هاي تكتر الصوديوم يعني اكتف ولا باسيف؟ لا باسيف. اكتف سكندري اكتف ترانسبورت. تمام؟ طيب وشو كمان بصير في الجلوتاميت غير انه يرجع على لهون وبنحطه بفيزيكال ثم نرجع بنفرزه؟ ممكن تستلمه مين؟ الاستروسايتس. برضو عن طريق الترانسبورتر بمساعدة الصوديوم. مفهوم؟ طيب دخلنا الجلوتاميت جوا هون، شو بنعمل فيه هون؟ يا اما بنحطه بفيزيكال وبنفرزه على السينابس، معناته بهاي الحالة مين بيصير البريسينابتيك؟ الاستروسايت. تمام؟ هذا هو الوحيد يعني اللي بقدر يعمل هيك نوع من سينابس، يعني انه البريسينابتيك يكون استروسايت والبوسينابتيك يكون نيورون. فإذا الجلوتامات بقدر اسميه انه هو كمان غير انه نيورو ترانسميتر يعني متصنع من النيورون، ممكن اسميه كمان جليو ترانسميتر. شو يعني جليو ترانسميتر؟ يعني مين افرزه؟ الجلايل سيل اللي هي مين؟ الاستروسايتس. مفهوم؟ طيب يعني هاي ممكن تساعد في السينابس انها تفرز الجلوتاميت. طيب شو ممكن تعمل في الجلوتاميت غير هاي؟ شو بتعمل في الجلوتاميت؟ بتحول لي اياه لجلوتامين. لشو؟ جلوتامين. اذا حولته لجلوتامين شو بتعمل في هذا الجلوتامين؟ بنبعته عن طريق الكاريرز وترانسبورترز، بنرجعه وين؟ البريسينابتيك. ومن الجلوتامين بنحوله ل الجلوتاميت عشان نرجع نفرزه. وهاي هي الاشياء اللي بتصير في الجلوتاميت بعد ما خلصت السينابس تبعها. فاذا كمان لازم نحكي انه الميتابوتروبيك ريسبتور مش موجوده بس على البوست سينابتيك ممبران، موجوده كمان على البري سينابتيك ممبران. فاذا هون ممكن يكون عندي شو؟ ميتابوتروبيك ريسبتور اللي هو الام جلور. تمام؟ وين كمان ممكن يكون عندي؟ على الاستروسايت. مفهوم؟ تمام. يلا نعمل الجابا هلا. الجابا بيجي الاكشن بوتنشال بفعل الكالسيوم شانل بطلع الجابا. الجابا تيجي هون بتسينابتيك كليب. شو بتعمل هون الجابا؟ بدها تفعل شو؟ ريسبتورز. شو الريسبتورز تبعون الجابا؟ عندي اكثر من اثنين، بس اهم اثنين احنا اللي بدنا ندرسهم. هذا اسمه جابا اي وهذا اسمه جابا بي. جابا اي ايونوتروبيك، جابا بي متابوتروبيك. وبفتح شانل اوف
إشي وبسكر تشانلو في إشي تاني. مفهوم؟ طيب. الجابا. لما يجي على الجابا اي الجابا اي يونوتروبيك ولا ميتابوتروبيك؟ يونوتروبيك. يونوتروبيك وسريع. هذا سلكتيف لمين؟ للكلور. وبدخل الكلور. هذا شو راح يغير؟ ناقص 70 لا؟ ناقص 80 هيك شيء. يعني شو بعمل؟ هايبر بولاريزيشن. يعني بعمل انهيبيتوري وسينابتيك بوتنشال. طيب طب اذا اجى الجابا وفعل الجابا بي راح يفعل شو الجي بروتين ويفعل هذا الشانل اللي هو ايش ممكن يكون غير الكلور؟ بوتاسيوم شانل اللي بعمل برضو ايش اي بي اس بي ويوقف الكالسيوم والصوديوم شانل. مفهوم؟ طيب شو بيصير في الجابا بعد ما تخلص شغلها؟ بتاخدها الاستروسايت وبتحول اياها ل جلوتامين ومن الجلوتامين بنوديها برضه عن طريق ترانسبورترز للبريسينابتيك وبنحوله لجلوتامات وبعد الجلوتامات بنرجعه لجابا وبنحطه بفيزيكلز وبنرجع نفريزه. مفهوم؟ في عندي امراض مثلا زي الجلطات اللي في المخ اللي راح تموت بعض النيورونز زي مين؟ زي النيورونز هذول اللي بسموا الجابا. شو بيصير في كميه الجابا؟ بتقل. شو بيصير في البالانس تبعنا بين الاكسيتيشن والانيبيشن؟ بخرب. بيصير عندي اكثر اكسيتيشن وفي بعض الحالات بيزيد كثير الجلوتاميت فبصير عندنا كثير اكسيتيشن لمستوى انه بفقد الواحد الوعي وبيدخل كونتراكشن في كل جسمه. هذا المرض شو اسمه؟ ابيليبسي. ابيليبسي تمام. وبهذا المرض ايش لازم نعطيه كعلاج؟ ايش يحفز الريسبتورز تبع الجابا. يعني بنعطي جابا اغونيست مش جابا انتاغونيست. جابا اغونيست يعني فعل الريسبتور تبع الجابا. وعندي انا ادويه بنستخدمه منيح بفعله الجابا اي تمام. اول واحد اول عائله ادويه اسمهم بنزو ديازيبينز. اسم الدواء ديازيبام بالصيدليات فاليوم تمام. طيب وتاني ده أدوية اللي هم الباربيتوريت تمام. اسم الدواء فينو باربيتال. مفهوم؟ طيب في فرق بين هذول الاثنين؟ اه اثنين اغونيست للجابا اي يعني بفعلوا مين؟ الجابا اي. الجابا اي بس البنزوديازيبين شو بيعملوا للجابا اي؟ بيرفعوا الفريكوينسي تبع فتح الشانل يعني بخلوه يفتح اكثر من مره وبزيدوا الكوندكتنس تبع الكلور. اما الباربيتوريت بمددوا فتره فتح الكلورايد شانل. فشو بيعملوا للبرين؟ انهيبيشن ولا اكسيتيشن؟ انهيبيشن. انهيبيشن عشان يعدلوا الوضع فبرجع البني ادم بصحه. فهمتوا؟ يعني نأخذ الفنتين عشان فعلا صحيح. هذا هو التريتمنت تبع الابيليبسي. طيب اذا بعطي انا كتير ديازيبام او فينوباربيتال شو بعمل للمريض؟ زيد الانهيبيشن بالنايمه بندخله بكوما اسمها دراج اندوست كوما لانه بعمل له كتير انهيبيشن. مفهوم؟